سلام البنات، اليوم الفيديو غادي يكون عبارة عن تجربة لمنتجات ماي واي الغذائية. هذه أول مرة نتقدم عندهم شي حاجة ديال الأكل. غادي يكون فيديو بدون مونتاج يعني، وغادي تشوفوا التجارب الناجحة والفاشلة مباشرة. هذه هي المنتجات اللي غادي نستعمل. ندوزو لأول تجربة اللي هو مشروب الكاكاو بطعم الكراميل، والثاني كاكاو بطعم البندق. وهنا غادي نشوفوا انواع المشروبات اللي عندهم من غير هذا، اللي فيه كابوتشينو وشاي لاتيه وكاكاو بلبن الى اخره. وهنا كما كتشوفوا كاتبين الطريقه. ضع محتويات الكيس في كوب ماء او لبن وحركوه مزيان، ونضيفوا السكر حسب الرغبة. كانت هذه هي الطريقة. غادي نجرب أول مشروب اللي هو البندق. كاكاو مع بندق، وغادي نجربه مع الحليب. بإمكانكم ديروه حتى مع الماء، ولكن أنا غندير تجربة فيها الاثنين. نكهة غنجربها مع الحليب، ونكهة تانية نجربوها مع الماء. هنا من بعد ما غليت الحليب ودرته في الكاس، غادي ناخد ساشية ديال البندق او المسحوق اللي غادي نديرو. كما كتشوفوا العلبة فيها بزاف الساشيات. فوالا، كتجي مكتوبة بحال هكا: مشروب كاكاو بطعم البندق. والرائحة ديالها كتعطي رائحة البندق. صراحة ريحته فكرتني بشي حاجة، بحال شي طاجير او لا شي حاجة. المهم كنا كناكلوه غالبا طاجير، ان ريحته هكا داك ريحة شكلاط مع بندق فكرتني بشي حاجة كنا كناكلوها الصور. فوالا، وفي الاخير هو كيجي على هذا الشكل. ريحه البندق عاطيه، وصراحه مذاقه زوين بحكم جربته زوين. ندوزو لمشروب الكاكاو بطعم الكراميل، وكنشوف الطريقه هنايا اللي غادي نحطو محتويات الكيس في يا اما مع الحليب او لا مع الماء. نفس الطريقه هنا، انا قررت ان نجرب الاخر يكون مع الماء ساخن. فوالا، ها هو مسخون. دابا غادي نضيف ليه مسحوق الكراميل او الكاكاو بالكراميل. رائحة الكراميل باينة. هنا بالنسبة للناس اللي مولفين كيشربوا مشروب الكاكاو بوحدو، غادي يجيهم مع الماء زوين، يعني غادي يجيهم شي حاجه عاديه مولفين بها. غادي تختلف عليهم غير نكهه الكراميل. مي الناس اللي ما مولفينش كيشربوا الكاكاو بوحدو، من الافضل انهم يخلطوه مع الحليب. فوالا، من بعد ما خلطناه الشكل ديالو راه كيجي هكا نفس اللون، لون الكراميل مع الكاكاو. وحتى الطعم ديالو زوين ومقبول. فوالا، كانت هذا هو تجربة المشروبات. دابا غادي ندوزو لتجربة واحدة اخرى اللي هي الكريم كراميل، او بما يعرف عندنا احنا بالفلون. هنا دايرين طريقة ديال الاستخدام لنكتشفوا اشنو كاين في وسط العلبة. عندنا هنا بودغ الكراميل،
وكذلك الكراميل دايب. اول حاجه كيقول لك غادي تفرغ داك الكراميل في الاناء. انا هذيك الخطوه غادي نقزها وغادي ندوز للخطوه الثانيه اللي هي غادي ندير الحليب في الكاسروله باش نخلطه مع بودره الكراميل او بودره الكريم كراميل او فلان. من بعد ما كبيت الحليب غادي نزيد عليه البودر او الخليط وغادي نحركه مزيان. ومن بعد نديه نشوف الخطوة اشنو كاتبين، اللي هو يرفع على النار لمدة 3 دقائق مع التقليب المستمر حتى الغليان. يعني غادي نديه نحط فوق البوطة واحد 3 دقائق ونعود نرجعو لكم. فوالا هنا بدا كيغلي و صافي. دابا ملي غلا غادي خصني نحيدو ونمشي باش نكبو في المولات. في الخطوه اللي نقزنا في الاول واللي هي يفرغ في بما ان الخليط ساخن انا كنت غادي نستعمل هادو ديال البلاستيك، ما بقيتش نستعملهم، نستعمل بلاصتهم ديال الزاج لان كيتقبلوا الحراره. فوالا وغادي ناخذ هذاك الكراميل دايب ونحطه في لي مول. نحاول نعمروهم بكميه متساويه باش يجيو بحال بحال. ومن بعد غادي نكب عليهم الخليط الساخن كذلك، نحاول نكبو بكمية متساوية باش يجيو بحال بحال. وصراحة يلاه كفى هاد 3 لان ديجا هما كبار شوية. وفي المرحلة الأخيرة من بعد ما كبيناهم في القوالب المعدل الفلون غادي نديوه باش يجمد في الثلاجة حتى يشد مزيان في راسه حتى يتماسك، ونقلبوه في الأطباق كما مكتوب في العلبة ديال، يعني كما مكتوب في هذه العلبة باش كنحط اللي فيها طريقة التحضير. من بعد ما برد جبتو من الثلاجة وكنتمنى باش انه يصدق ليا الا غادي نقلبو. دابا غندير، هو كيبان شاد مزيان، يعني راه مزيان هنا كيبان الفلون، كيبان الكراميل بلطو. انا هنا جبت طبق وغادي نحاول انني نقلب فيه الفلون. الفلون شاد مزيان، هنا ما بغاش يتقلب ليا. غادي نحاول ندير ماء سخون في كاسرول، انا جبت هذا فيها ماء ساخن، وندير فيها شويه داك المول باش يطلق باش يقدر يتقلب ليا. نعاود التجربه ونشوف ربما يتقلب. صراحة ساح هذاك الكراميل كتر ولكن ما نزلش ليا الفلون.
يمكن فيه سنين نورك عليه اكتر، او نخلي فوالا في الاخر هو نزل وجا على الشكل المناسب اللي كاين في اللي مرسوم في العلبة. فتجربته ناجحة وهو ريحته بحال دانيت شوكولا، وشكله راقي. ف هذه ثالث تجربة تنجح من بعد المشروبات، يعني تاني تجربة من بعد المشروبات. فوالا، ندوز دابا لتجربة الجيلي. وهنا عندي باكية الجيلي. صراحة هذا الجيلي ما عمرني شفتو انا هنا في المغرب، لانه كيجي ترونسبارون هكا. و هنا طريقة التحضير، كنحتاجو جوج كيسان ديال الماء، ماء بارد وماء مغلي، كنخلطوهم مع بعض. هنا جبت كأس ماء بارد وكأس ماء مغلي، وطبعا خصني نقص من كل كأس ربع، يعني كأس الا ربع ماء مغلي وكأس الا ربع ماء ساخن. هنا عندي ماء بارد، فوالا. وغادي ندوزو لطريقة التحضير، اللي هي قالك نفرغ المحتويات الكيس في إناء به كوب من الماء المغلي ويقلب جيدا حتى تمام الذوبان، ويضاف كوب من الماء البارد ويقلب جيدا. يعني هذه الخطوة الأولى، فغادي نحاول نطبق داكشي بالتفاصيل. هادو المولات اللي غادي نستعمل لأنهم قراب للشكل اللي في الصورة. هنا في ثلاثة الأكياس، أنا غنستعمل كيس واحد لأنه كيبان ليا كتير. الجيلي كيجي على هذا الشكل، بحال كيجي بحال سنيدة إلا خلطيها مع شي ملون غذائي، أو لا ما عرفت واش هذاك جيلاتين ومخلط مع المكون الملون الغذائي، ما عرفتش. المهم وسنيدة ضروري كاينه فيه لأنها كتلمع. فدابا غنكب عليه الماء ساخن باش يدوب مزيان، ونبقى نحركو حتى يدوب مزيان، حتى ما يبقاش مازال في شي حاجه شاده ولا حتى ديك السنيده ودوك المكونات يدوبوا. فوالا، من بعد ما ضفت ليه دابا غادي ندوزو للخطوة الثانية. طبعا من بعد ما ضفت الماء البارد والماء الساخن وداكشي وسالينا ديك المرحلة، غادي نصبوه في القوالب. هنا عندي القوالب اللي اختارت اني نصب فيها الخليط. تقريبا جاتني نيت نفس الكمية اللي جات في الأول، يعني ثلاثة ديال المولات غادي يعمرو كاملين. فوالا، ودابا غادي نحاول أنني ندخلهم للثلاجة. و
وكانوا داروا اننا نخلوهم من 3 حتى 4 سوايع، انا خليتهم اكثر من 3 حتى 4 سوايع. غادي نديروا التجربه باش نشوفوا كي صدق لينا. و اول تجربه جات فاشله، واصلا كيبان ما شدش في راسه، ما عرفتش واش كانت خاصه مده اكثر او لا، ياك ما انا زربت ودرت غير ساشي كان عليا ندير 3 ديال الساشيات، ما عرفتش فاش المشكل. غنجرب التجربه الثانيه وناخذ طبق ونعاود نجرب التجربه. نفس الشيء كانت فاشله، ف غادي نديرو في بلاصه في متلجه في الثلاجه، ماشي متلجه وانما فيها بارده اكثر، ونخليه مده اطول ونشوف. انا من بعد ما رجعت الغد ليه وخليته في الثلاجه، اوب ها هو صدق، صراحه صدق وجا بارد، يعني كيبغي وقت كتير او لا كيبغي انك تكتري دوك الساشيات ديريهم بجوج او لا بثلاثه. فوالا، كانت هذه هي التجربه وخرجت بحال هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم تجربه منتجات ماي واي، والا بغيتو نجرب منتجات وحدين اخرين اقترحوهم عليا في الوصف. الى اللقاء.